شعب يمني تعز تتوهج ثورة، هكذا يلخص الاحتشاد الشعبي والرسمي في قلب المدينة الاحتفالية 7 لذكرى ثورة فبراير المجيد. هنا يحتشد المئات لإحياء الذكرى العزيزة على قلوبهم والتي انطلقوا بها مشاعل للثورة قبل 7 سنوات في مثل هذا اليوم. تعز دائما تصطف وتحتف وتحتفي بكل ثورات الوطن، ومن ضمنها هذه الثورة التي نكشت على أرواحنا ولا يمكن أن نفرط بها. خرجنا اليوم لنحتفل بالإنجازات الأسيرة التي حققتها ثورة 11 فبراير. من هذه الإنجازات القضاء على سلطة عفاش، الحد من التوريث الملكي الذي كان يؤول إلى الأسرة العفاشية، رفع مستوى الوعي لدى الشعب، وهو الشعب يخرج بأكمله للاحتفال بهذا اليوم العظيم وكأنه عرس. بهذه المشاهد وسط شارع جمال ترتسم صورة أخرى لشباب الثورة النشيط، وهم يجسدون الواقع الذي عاشوه قبل سنوات ويسترجعونه في لحظة ما تزال مدينتهم تعيش ظروف الحرب. نقول للميليشيات الإنقلابية قوة عزيمتنا أقوى من صواريخكم، وإرادتنا أقوى من قذائفكم، نحن هنا صامدون وسنحتفل. أيضا نقول لشهداء ثورة فبراير ناموا قريري الأعين، فقد أصبح 11 فبراير عيدا للثورة. قدمنا الشهداء، قدمنا الجرحى، قدمنا جميع التضحيات، وما زلنا إلى اليوم، إلى يومنا هذا. إن شاء الله بإذن الله تكون بداية الفرج لتعز ولليمن عامة. تمثل ثورة فبراير جزءا مهما من حياة هؤلاء إن لم تكن الحياة بمجملها، إذ ما يزال الحماس لمسيرة الثورة الخالدة مستمرا كما يقولون حتى تحقيق أهدافها كاملة. كما لو كانت في لحظاتها الأولى تبدو تعز ساطعة متوهجة وهي تحيي الذكرى 7 لثورة فبراير المجيدة، إذ ينتظر أبناؤها تخليص مدينتهم من الحرب ليعم الاحتفال الأكبر بالتحرير وتحقيق الأهداف الكاملة. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.